السلام عليكم. ماجد مختار فنان كنتواجد الان في استضافه رابطه الفنانين المبدعين بمدينه ورزازات في اطار الابواب المفتوحه للانشطه الثقافيه المسيره مع السياحه بصفتي كمدير العلاقات العامه بمحترف سوتي السينما والمسرح اللي كيتنشط في مسرح الكراكيز اللي الحمد لله عطى واحد الاشعاع في المسار الثقافي ديال الطفل في المدارس. درنا واحد عده دورات تكوينيه في انشاء وتحريك وصناعه الكراكيز، وايضا قمنا بواحد جوله بفن الكراكيز في ربوع الاكادير الكبير، يعني سميمو داكلو تيزني تارودانت والمناطق المدعمه من طرف وزاره الثقافه اللي كنشروا فيها الثقافه التربويه بحركيات الكراكيز. يعني الطفل كنستهدفوه بكركوزه صغيره اللي كيعتبرها هو الطفل، الطفل كبر منها كيتصنت ليها وكيستوعب الفكره اللي كنوصلوا ليه اكثر من كيوصل وحنا اشخاص عاديين. ايضا قمنا بورشه تكوينيه في الاقامه الفنيه في مركز الثقافي لايت ملول اللي فيها اساتذه اللي وظفوا هذه الطريقه ديال الكراكيز في ايصال الرساله التربويه للتلامذه في المدرسه. وحنا الحمد لله دابا في هذه الاجواء ديال ورزازات اللي كنتواجدوا مع هذه الرابطه هذه، حتى حنا نديو الدلو ديالنا في هذا اللقاء هذا اللي كنعتبروه لقاء مهم انطلاقه قفزه نوعيه اللي غادي تسير واحد المسار الفني اللي حنا كنتسناو من الوزارات المعنيه تدعموا اكثر باش نوصلوه لما هو احسن. الحمد لله هاد الجائحه كتعطينا عراقيل، لكن حنا ما وقفناش، كنقوموا بصناعه الكراكيز، كنقوموا بتعزيز الروايات، تسجيل الاصوات السينوغرافيه ديال المسارح اللي غادي نخدموا فيهم ان شاء الله من بعد كوفيد. دابا حنا بالصدد في انشاء واحد العمل جديد اللي سميتو حميدو بالكراكيز العملاقه الكبيره باش نخرجوا من ذاك النطاق ديال الكركوزه اللي كنخدموا بها الكركوزه القفازيه. من بعد تطورنا كنديروا الكركوزه الخيطيه، دابا حاليا كنديروا عرض بالكراكيز العملاقه، والحمد لله اللي ملي كنمشيو لشي دوار كنديروا فيه هذيك الخرجه كنلقى واحد الاصداء، كنلقى واحد الدراري الصغار فرحانين، الناس خارجين بواحد الشغف حيت كانوا متعطشين مثل هذا المسرح، هذا المسرح الكراكيز اللي تقريبا انقرض. الحمد لله ايضا قمنا بواحد مهرجان ديال الكراكيز في ايت ملول اللي استضفنا فيها مدينه طنجة، مدينه مراكش ومدينه وجده، داروا العروض ديالهم في ايت ملول اللي لقى واحد النجاح اللي باهر. محمد اضاف شيخ مالعين مندوب وزاره السياحه باقاليم وزازاق ولاتين غير. نحن نتواجد بواحد فينت في اليوم الثاني من زياره وفد من المبدع سفراء امارير في زيارة ميدانية لإقليم ورزات الذي يزخر بمؤهلات سياحية قل نظرة على الصعيد الوطني سجل في الخصوص بالقصور والقصبات والواحات، بالإضافة إلى الموروث الثقافي المادي واللامادي الغني والفريد من نوعه. هذه الأيام التي أطلق عليها الأبواب المفتوحة من طرف من طرف المبدعين والفنانين والشعراء لإقليم ورزازات، والذين هم أرجو لهم الفضل في تنظيم هذه التظاهرة بتنسيق مع كل الشركاء المتخين في القطاع، ما فيه مندوبية السياحة، مندوبية الثقافة، وجمعية متحف السينما، وكذلك والسلطات الإقليمية التي لن تتدخل دائما جهدا وعلى أساسي العامل من أجل تنمية الإقليم، خاصة أن في حاجة ماسة إلى التسويق الترابي لهذا الإقليم الذي يعتبر جوهرة المغرب الشرقي، وهي مناسبة لتواجد هذا الشعراء والمبدعين والصحفيين والأساتذة الجامعيين من أجل انطلاق حقيقي لتشجيع السياحة الداخلية، خاصة أن الإقليم يزخر بمؤهلات قل نظرة على الصعيد الوطني، والذي هو في حاجة ماسة لزيارة المغاربة من أجل التعرف على ما يزخر بهذا الإقليم وانطلاق حقيقي للسياحة الداخلية.
حفيظي الخضير فاعل جمعوي بمدينه تيزنيت، اليوم التواجد ديالنا بمدينه ورزازات يندرج في اطار واحد الزياره اللي هي زياره ثقافيه سياحيه في حد ذاته، من اجل التعرف على مجموعه من المعالم السياحيه وكذلك التنسيق مع مجموعه من الاخوان الفنانين والشعراء. طبيعه الحال تيزنيت تشارك اليوم بمجموعه من الفنانين والشعراء وكذلك يعني التراث الثقافي والفرجوي لمدينه تيزنيت في بما يسمى فرجه معشار، واستحضار كذلك مجموعه من الاساتذه الباحثين الذين اثروا هذه يعني الندوه التي تندرج في اطار التعريف بالمورد الثقافي لاقليم تيزنيت. وكانت فرصه كذلك لرصد مجموعه من المعالم السياحيه والثقافيه وكذلك المعالم الاثريه والسياحيه عموما ديال المنطقه ديال ورزازات.